لفت انتباهي مش واحد اكثر من واحد في اكثر من فضائية بجيبوهم بصفتهم ايش؟ مفكرين اسلاميين وبروجوا لهم. اكثر من واحد يا سبحان الله بتجد لسانهم لسان واحد، تشابهت قلوبهم. كن قال لك اولا، شوفوا الان كيف بيبدو فيها، هذا من علامات الضلال. اولا في القرآن ما فيش اشي اسمه حجاب له علاقة باللباس، وبيبدو ايش يدللوا لك انه فيش اصلا في القرآن اشي اسمه حجاب، وبركزوا على ايش؟ على تعبير حجاب. ما احنا موافقين معك، فيش اشي في القرآن ولا في السنة حتى كمان مشان نزيده من عندنا حجاب له علاقة بموضوع تستر المرأة اللباس، يعني ما فيش. افهمنا شو اللي بدك اياه؟ مشان ندلسوا على الناس، اذا احنا بدنا نسألك عن اللباس الشرعي، بدناش كلمة حجاب. هذه حجاب، اذا الخلاف على كلمة حجاب منبدلها. شو بتقترح انت؟ لباس شرعي مثلا، العمل بالشروط الشرعية للباس الرجل والمرأة، لانه لباس الشروط مش بس للرجل، للمرأة والرجل. ايش اللي بتطلبه انت؟ بيركزوا على حجاب. اكثر من واحد شفتوا هدول بيسموهم مفكرين، حجاب وما ورد شو ما ورد. انت بتناقش الموضوع ليش؟ بتناقش موضوع حجاب ليش؟ الناس قالت حجاب، سمته اليوم حجاب. قول انت انه التسمية مش دقيقة، وانما اللباس الشرعي هو كذا وكذا. اما لا، مشان يوهم الناس انه لا في القرآن ولا في السنة ايش اسمه حجاب، بدناش نسمي حجاب. طيب احنا نحكيش معك في هذا الموضوع. شفتوا علامة الضلال لما بده يخوضوا في ايش؟ قال في معاني الكلمات. طب ما حدا قال لك انه احنا بدناش حجاب، احنا بدناش حجاب، مش احنا بدنا لباس شرعي. متى يكون اللباس شرعي؟ بيجي بنط واحد ثاني